ضيفنا النهاردة هو المخرج إبرام نشأت. أخرج أعمال كتير ومنها مثلا فيلم عمود فقري. إبرام أخرج كاميرا خفية قبل كده وأكيد ما تخيلش إنها هتحصل فيه ويشربها. تعالوا نشوف عمل إيه. اتأخرت إبرام؟ هو قال لي المفروض اصلا ان انا ما عملش كده اصلا. اتأخرت ايه ده؟ هو لسه اصلا قايل لي رامي كلمني قال لي في شركه وكده. اوكي، ما بعرفش شركه في نفس اليوم يعني اكيد. بس ايش تاني؟ انت ساكن فين او انت كنت فين؟ انا قريب منكم. اوكي طب تمام كويس. كنت في الزمالك وراجع وكده فقال لي ايش تاني. اوكي بس قال لي شركه انتاج تقول لي شركه ايه اصلا؟ بص، هو استاذ جاسر اللي هو يعني هو صاحب الشركه وشريك مع ناس من الخليج يعني. جاسر عايزين بقى يعملوا افلام ومسلسلات وكده يعني. اول مره عايز يقتحم بقى المجال هنا بقى مع المصريين. بس هو يعني هيجي لك حالا. تمام. شوف حاجات كتير. انت بقى تكون فوت تعرفي نفسك برضو. اوكي طب قولي لي رأي. انا عارفه ان انت مصريه. قولي لي رأي انت مصريه. هو جاسر فين؟ اوكي. بتشتغلوا ايه؟ هو انا ومرات جاسر هم مع معايا ممثلين يعني ولا كده؟ احنا يعني واحد لو بيتزنق في حاجه احنا بنخلص ماليات بنساعد محاسب يعني كل حاجه يعني احنا بنعمل كل حاجه. بيعملوا كاستنج برضه ساعات. بنعمل كاستنج وساعات بنحدد كمان بعض التفاصيل الفنيه. اوكي. انت مثلتي خلاص مع عمان بالتيكت ريكورد من الصبح. لا احنا بقى مصممين نكمل. انت مش عارف والله. حسب بقى. حسب ايه؟ يعني ايه اللي بيخليك تقتنع بالبنت انها تمثل؟ البنت؟ اشمعنى؟ عشان بنت؟ يعني انت مش هلعب دور ولد؟ لا عادي. ما طب ايه ممكن اعمله عشان تخليني امثل؟ مش انا، بس انا احنا شباب زي بعض يعني مش لسه كل واحد بيبتدي. انا بقول لك ينفع امثل؟ اكيد يعني. بجد انا مش معرفش والله حسب يعني ايه اللي هو بنجيب يجي مخرجين كتير فهم شايفين ان انا ما اعرفش. ممكن مش عارف ايه. انا اللي اديك الفرصه يعني فرصه ايه؟ مش عارف. هو على فكره المخرج يعني برضو بيبقى عنده رؤيه بيحس ان مثلا دي نو واي تمثل دي ممكن دي يجي منها بس محتاجه شويه مثلا تدريب او كده يعني هو. وحتى على فكره في ناس دلوقتي ممكن والله ليه لا بس يعني ما يعني نعرفش في حد يعني مثلا كده بشوفه اللي هو ايش طب ده ممكن يجي اجي قدام بقى البروفات وبتاع ونقعد نشتغل تلاقيه يعني تقطيع مثلا او كده تلاقيه مش تقطيع تلاقيه ملوش فيها اصلا مش بيعرف يقول الكلام. طب ممكن معندوش الحس ده زي مثلا زي بتوع انا دايما كنت بسمع الناس مثلا بتوع المسرح ما ينفتحك عليا. انا بضحك بس بتقول لي ممكن تختبرني. انا جاي كنت سهران اصلا في الزمالك وشارب ازازتين ومروق على نفسي وراجع اروح البيت. كنت سهران فين؟ كنت سهران فين؟ طبلة ماي ماكسيم. بس في الموضوع في اتجاه انت مش عايز تتكلم في شغل. لا خالص، ما انا جاي في ايه؟ جاي في شغل اللي هو ناس هتقول لي فيلم. طب انتوا اشتريتوا ورق سيناريو فيلم؟ طب ايه احنا برضو احنا عندنا اوريدي بس احنا بنستشيرك لو انت عندك ورق متحل. ممكن ترشح لنا ورقه ليه؟ ماشي. اهم حاجه تخليني امثل. انت ماشي يا فاطمه، انت عايزاه يرشحك لجاسر يقنعه ان انا امثل. تمام وهظبطك. هتظبطيني ازاي يعني؟ بقول لك هخليك اعلى اجر مخرج. عادي مش بتعمل خدمات لاصحابك؟ مش ساعات بتعمل خدمات لاصحابك؟ جانب
خلص. ده اصلا ده المنتج؟ لا لا مش هو، اصل احنا عندنا صحابنا يعني بس بيحبوا يهزروا كده. صحابكم اه. انت متوتر ليه من ساعة لما عدت؟ لا مش عارف. انت جاي غصب عنك. ليه حاسس ان انت جاي غصب عنك؟ المشكلة اللي هو اللي في دماغك. بقيت بخاف فشخ من شركات الانتاج اول امبارح. ايه اللي حاصل؟ ايوه حصل معايا موقف ابن قول بقى. اول امبارح دخلت شركه انتاج كده في الهرم. معلش و في شركه انتاج. تليفون برو. اهلا وسهلا. فين جاسر؟ نعم فين جاسر؟ جاسر مش شركه الانتاج. اه شركه كنت مش عارفها راجل جاي وبتاع وداخل وبتاع لقيت حد كده فقال لي خد ازازه عصير محطوطه على الترابيزه محطوط فيها الشاليمو وقال لي لا لازم تشرب وبتاع فبقت شركات خ يعني. انت كده عارفه الازازه مش مفتوحه ومحطوط الشاليمو وقال لي لازم تشرب يعني ايه كمين يعني مش عارف شركه بالتلازين ممكن اه على فكره خلي بالك بقت الشركات الجديده في ناس كتير اصلا اه يعني برضو ايه من قيمه شهرين كده في ناس كلموني وبتاع ناس كتير ما بقوش جد اصلا مش جادين خالص في يعني من شهرين كده في حد كلمني ورحت له برضو وبتاع كان في المهندسين قال لي عايزينك تروح له فرحت قريت الورق ورق ما لهوش اي ثلاثه بس تمام بس بس لو ناس ما هو لو ناس عارفه البادجت بتاعته وما بيشتغلش قاعد مقضيها بنات داخله وبنات جايه طب ما هو عايز ايه يعني طب فعلا جابك ليه يعني ايه وجهه نظرك فانا ماليش في يعني ما بحب خلاص بقيت بطل من الشمال من الاخر إيه؟ انا سالتك سؤال الاول لما قعدت قلت لك يا مساله بادجت ومساله مبدا ولا مساله بادجت بس اتكلمت على الاثنين طبعا ما اتكلمتش على المبدا تمام طيب طب احنا كنا عايزين نعمل فيلم تجاري عارف حاجه اللي هي الشمال يعني الشمال ده هيتباع فين اصلا خلاص الافلام دي ما بقتش تتباع لا لا ليها سؤال خالص يا ابرام انا دلوقتي جوزي هيجي يسالني على الاتفاق انت هو محتاجك تعمل افلام واسمك مش هيتحط على الافلام دي ما تقلقش انت رايح فين افلام شمال ايوه اللي هي ايه شمال فيلم انا مسؤول انتاجه مش هعمل فيلم على الفيلم برضه بصراحه يعني انت مش ليك فلوس وهتاخد طب يا جماعه علشان الوقت بس علشان يعني انا لسه ورايا حاجات تانيه وانا شايف ان احنا بقالنا اكتر من ساعه بنهري في اي حاجه انت دلوقتي معانا ولا مش معانا ولا ايه معانا بس يا ابراهيم بنهري ازاي انت معانا انت معانا انا شايف ان احنا بنهري انا شايف ان واحد قاعد مسقط جنبك زي ما انت شايف قاعد انا قاعد عشان ابقى في التحقيق وانت قاعد بتسمع له لازم ابقى انا مش فاهم احنا قاعدين بنعمل ايه بسرعه طب انت عايز ايه عايز اعرف انت معانا ولا مش معانا ماشي انا قلت لك خلاص هنشوف الورق تمام لو الورق مش حلو هجيب ناس من الاستاد من عندي انا اظبطوا فيلم كويس تمام هنعمل ورق كويس يبقى معانا كل الناس كويس هما كل مخرج بيجيب العصابه بتاعته حكيت لك الورق والله إيه؟ كل مخرج بيجيب العصابه بتاعته حكيت لك الورق والعصابه بتاعته مدفع واستنفع وكلكم اصحاب في بعض لا بص لا مش عندك مخرج منافس ومساعدين ومش عندك الكلام ده الورق والله العظيم انت شايفه الدنيا غلط خالص و دي انا حكيت لك بتتعبي نفسك كتير مجهده انت متعوره هنا والله حكيت لك الورق يعني ف... انا زمان والله ده شايف الدنيا انا حر بس مش 18 انا حر حرام يعني ايه بيجي هو العصابه بتاعته؟ ايه؟ يعني ايه هو بيجي هو العصابه ايوه بيجيب الناس اللي هي اصلا الوسط شلاليه وانت عارف كده كويس لا لا مفيش الكلام لا 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 يعني ايه العصابه؟ وساطه وشلاليه يعني وده بيجي هو صاحبي اجيبه ينوت ينحت ومعرفش ايه صح؟ احنا نجيب نصر عبد الرحمن مين انتوا اصلا؟ احنا مين؟ احنا شركه انتاج احنا اللي هنقبض كل الناس انتوا كده ما انت حكينا على الراجل 18 مليون والفيلم ما يجيبش 16 مليون اصلا بصي انا هقوم امشي عشان انت فيني يعني سلام شباب يا حبيبي طول قوي على فكره انت طب ثواني بس شخصيه اصلا لا لا اتكلم باحترام انت مين انت اصلا اتكلم باحترام انا اللي هقبضك يعني تقبضيني مين انت مين انت اصلا انت تمشي كده انت بصاحبك لا لا اتكلم باحترام ما تتكلمش كده اتكلم باحترام انت عبيطه مجنونه وعبيطه اتكلم عادي اتكلم عادي اقسم بالله تطلعي بره الحدايق شوف انا اصلا بجد انت دلوقتي
ثم اي بودي جارد في مصر مين اللي مش هيطلع؟ اقسم بالله ست وما راجل اهدى على نفسك شويه، اهدى على نفسك اقسم بالله. اقسم بالله انا طلعت بره الشوخ، اقسم بالله ما طلعت بره الشباك. انت جاي تشتمنا في مكاننا؟ اقسم بالله ما طلعت بره الشباك. انت جاي تشتمنا في مكاننا يعني؟ يا باشا انا مصر كلها منطقتي، مصر كلها انا هوريك بقى. انتوا بقى في الحدايق يعني، انتوا في الشارع ضرايب، بعيد بقى عن الحدايق. اقسم بالله هتشوف واحترم الفاظك. انت جاي تشتمنا في ده مكان ده اصلا. اه انتوا ناس وز عادل بيتكلم اسمح بس بتاع بودره يا عم. اقسم بالله مش بتاع بودره. صلي كده في حياتي والكاميرا هنا صح؟ اه عشان حاطين بس بجد عاملين شغل عالي جدا والناس دي من اشطر الناس وانا مبسوط جدا ان انا ده حصل معايا معاكم. بس انا اسف جدا للاستاذه والاستاذ وما كنتش اعرف. تمام. بس احنا اللي اسفين وكنا بجد حابين ان احنا النهارده معاك سؤال. اه كل سنه وانتم طيبين. بقى منك حاجتين، اول حاجه تقول ان انت مسامحنا، تاني حاجه تقول ان انت موافق الحلقه دي. تمام انا مسامحكم وقشطه، موافق الحلقه دي. اصلي فهمهم مقلبهم جنني.